שוטר שדוחף בן אדם בירידה כזאת, כולם מסכן את החיים שלו, שיהיה ברור. לא נגע בו, לא נגע בו, אתם מצולם. תג'אי על המנטיקה خاص بيتي ممنوع تفوت فيه نهائيا هاي الناس جاي تساعدنا جاي توقف معنا وانت جاي تمنع فيه ليش ما بحق لك لا بالقانون ولا غيره وغيراتكم انا برفع قضيه رسميه عليكم بشتكي عليكم رسمي هاي اراضي اللي فوق انا هلا الزيتون اللي حرقته بدي ازرع بداله الجيش سكر كل مداخل البلد حاول يمنع نزلنا الناس مشاه نزلوا مشي على الاجرين من اجل توصلنا عنده على البيت هون عند بيتي وحاول وسكر كل مداخل القرية رغم ذلك راح نزرع لو انه بجيبوا مش جيش بجيبوا كل جيوش العالم حنزرع الزيتون اليوم بلغوني بقرار انه هاي منطقة عسكرية مغلقة ممنوع اي حدا يتواجد فيها قلت له هذا القرار بله واشرب ميته ما بيعنيني قراراتك هذه القرارات بخصك انت احنا هنا منطقتنا منطقة السلطة وهذه إلنا وأرضنا وإحنا بدنا نزرع فيها الزيتون. اعتداءات المستوطنين هي اعتداءات متكررة على هاي القرية. قرية بورين ما بتختلف عن بقية القرى من ناحية الاستهداف، لكن بورين تأخذ طابع خاص إنه محاطة من أربع جهات بالمستوطنات. وطبيعة المستوطنين اللي بيعيشوا في المستوطنة تيتسار والمستوطنة هذا اللي مطلع علينا اللي هي قبعات رنين، هذه المستوطنة بتحوي اللي هم مجموعة تدفئة الثمن اللي قام بحرق دراوشة دوابشة واللي قام باعتداءات على منازل المواطنين بعيدا عن جوانب قرية بورين. طبعا اعتداءات المستوطنين هم استهدفوا الأرض والشجر والحجر. ما في إشي بيستمنهم. الملفت للنظر إنه اعتداءات المستوطنين بكونوا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. إحنا موجودين في أراضينا بنزرع في الشجر بدل الشجر اللي عم يحرقوا المستوطنين. إلا أن ملاك مواجهات من الاحتلال بمنعنا نزرع هاي الشجر البديلة. اللي بيستهدف من ذلك إنه حتى تكون الأرض جرداء تصبح بلا شجر حتى يكون مبرر له إنه يأخذها ويستولي عليها ووسع الاستيطان. لكن احنا بنقول انا لهم ذلك انا لهم ذلك نحن نأهب بالمرصاد هذه ارض جدودنا ارض ابائنا وهي راح نورثها لولد الولد حتى يحافظ عليها 10 دقائق نولد مام انا خمس تلكيمي بو خبال